ظل انطلاق مبادرة كلنا واحد في دورتها 23، شارك عدد من المولات التجارية في المبادرة بتخفيضات تصل إلى 25%، وهو ما شهد إقبالا كبيرا من المواطنين. نخدم كل المواسم، بداية مثلا من موسم رمضان، عيد الفطر، عيد الأضحى، بنقدم منتجات لحوم ودواجن واستراتيجي بسلع مخفضة ممتازة. أصبح الجماهير دلوقتي والعميل لما بيجي بدأ يسأل عن المبادرة وأصناف المبادرة، وبدأت تهمه لأنها بتديله منتجات كتير جدا بأسعار مميزة جدا جدا عن الأسواق بره في الخارج. في حاجات كويسة كتير، فالناس لما تيجي هتلاقي الحاجات دي موجودة وفي المتناول، يعني في حاجات كتير في المتناول. أنا شايف موضوع المبادرة ده اللي هو في كل مكان النهاردة في مصر منزلين في الأسعار، يعني بالنسبة بقى المواد الغذائية، بالنسبة حاجات المدارس، الكلام ده كله برضك سعرها كان بيختلف كتير قبل المبادرة. يعني كويسة جدا، شيء ملحوظ يعني الحمد لله وباين يعني في الأسعار. مبادرة جميلة جدا، الأسعار متهودة جدا وأرخص من برة في حاجات كتير قوي. كلنا واحد ليس شعارا يتداوله الناس على ألسنتهم فقط، بل هو واقع ملموس يتجسد في خدمات تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين هنا. عبد الرحمن الدروي، الحياة اليوم.